صباح الخير. في ختام أسبوع رئاسي نقل لبنان من ضفة إلى أخرى بلمح البصر، تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الأيام المقبلة بعد أن ينهي اليوم رئيس الحكومة المكلف استشاراته النيابية تمهيدا لتأليف حكومة العهد الأولى، وهي الحكومة رقم 74 منذ استقلال لبنان عام 43 ورقم 7 منذ العام 2005. ما هو عنوان المرحلة المقبلة بضوء المعادلة الرئاسية الحكومية السياسية الجديدة؟ وكيف يقرأ دكتور سليم سلهب عضو تكتل التغيير والإصلاح تحديات المرحلة الجديدة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الحلقة معك دكتور سلهب. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. مبروك لتكتل التغيير والإصلاح. مبروك للجميع. مبروك للجميع لانتخاب العماد عون. أنا بعتقد مبروك للجميع، ولازم كلنا نحتفل بهالشغلة. حس في نية حقيقة أنه ما حدا يحس حاله مغبون لما خسران، كل العالم ربحانة، وخصوصا أنه البلد بالأساس هو الربحان. مثل ما قلت بمطلع الحلقة، حكومة الرئيس الحريري بالعهد بأول عهد العماد عون رقم 7 منذ العام 2005 حتى اليوم، تاريخ استشهاد الرئيس الحريري والحقبة الجديدة اللي دخلها لبنان. هل فينا نستبشر خيرا بالرقم 7؟ يعني علامة النصر. ما لازم نحكي بس انه الرقم 7 اللي رح بخلينا نستبشر خير، رح نستبشر خير حس في صدق بين بالتسوية اللي صارت مؤخرا بين الرئيس الحريري وبين الرئيس عون، وبعتقد الصدق بشخصهم اثنيناتهم اللي هني انا بعتبرهم صادقين قد ما في واحد يكون صادق، اللي رح بيوصل انه نستبشر خير ورح بيكونوا متعاونين لاقصى الحدود لنقدر نوصل لحل مشاكلنا الاساسيه. هلا اليوم بده يكمل الرئيس الحريري استشاراته النيابيه، التقيتموه بالامس. نعم. كتكتل ماذا لمستم خلال هذا اللقاء؟ اولا كان مرتاح على وضعه الرئيس الحريري، حطنا باجواء انه لازم قد ما فينا نساعد ونساهم بتسريع الحل الحكومي، وبيتامل انه مثل ما مبين المعطيات انه يقدر يخلص من هلا لعشر ايام جمعتين للحكومه تكون تشكلت ويصير في مناقشه للبيان الوزاري. ما حطني بانطباع انه البيان الوزاري رح بيكون مشكله. ما تنسي انه ما كان شايف كثير كتل الوقت اللي نحن شفناه، وكان مستمع كمان لمطالبنا كتكتل التغيير والاصلاح. نعم. اللي نحن جربنا نعطيه فكره انه حقيقه بدنا نساعد بس ضمن الشروط الميثاقيه والمشاركه الفعاله، وما بعتقد انه نحن بالشروط اللي حطيناها هي شروط عرقله، بالعكس رح بتكون شروط تسهيليه تنجرب هالتسويه هيدي تطلع مثل ما لازم تطلع، خاصه انه هاي الحكومة بدك تعرفي شو بجاي تعمل. نعم. حكومة رح بتضلها 7 شهور مبدئيا للانتخابات النيابية، حسب ما فهمنا انه في توافق انه يصيروا الانتخابات النيابية بوقتها، يصير في قانون انتخابي، يعني الحكومة عندها ورشة عمل مهمة كثير لتقوم بقانون انتخابي وبانتخابات، ومن ثم تستعيد لتجي الحكومة الفعلية اللي بتنبثق من الانتخابات النيابية. بإجابتك دكتور سلهب اختصرت يمكن كل مواضيع الحلقة يلي رح نرجع لها تباعا، يمكن بدءا من مطلب تكتل التغيير والإصلاح من الرئيس الحكومة المكلف وصولا لمسألة قانون الانتخاب. بس بدي أرجع للقاءكم بالأمس مع الرئيس الحريري، غير مسألة تشكيل الحكومة والدعم وتسهيل هذا الموضوع، هل تطرقتم إلى عناوين أخرى؟ نعم. على شكل الحكومة بعتقد أنه كان بالأول كان في نية أنه يكون في 24 وزير، بعتقد أنه راح بتصير النية 30 وزير تيقدر يشارك جميع الفعاليات السياسية بالبرلمان. تطرقنا أنه شو دور المرأة، وين رح بتكون المرأة بتشكيل الوزارية، وأعطانا الانطباع أنه هو محبز
تمثيل قوي للنساء المرأة بتشكيل الحكومية، ويمكن وهيدا بعتبره شيء جيد انه يصير في خلينا نقول وزارة شؤون المرأة، وزارة دولة لشؤون المرأة، يعني نخصص للمرأة اشياء ما كنا نفكر بالاول بهالموضوع هيدا، وكان في توافق على الموضوع انه شغلة جيدة للرأي العام، انه بتعطي انطباع جيد للرأي العام وانطباع بعقلية متطورة وخلينا نقول نحو الاعتدال، يعني بالتساوي بين المرأة والرجل، وبعتقد انا شغلة جيدة جدا. كان حكيتوا بأبعاد المصالحة او التقارب الجديد غير قصة انه تشكيل الحكومة وكيف رح تكون شكل الحكومة بما بعد هذه المرحلة؟ انا فيني اقول لك شغلة، الانطباع بدون ما ندخل بالتفاصيل الكلامي، يعني الانطباع انه دائما نحن اللبنانيين حذرين من ناحيه انه وقت نروح للتفاصيل الشيطان يدخل بالتفاصيل فيها. بس انا بعتقد انه فخامه الرئيس جنرال عون ودوله الرئيس الحريري شحطوا الشيطان. يعني ما رح بيكون التفاصيل داخل فيها الشيطان، وعنده النية انه لا ما يكون في شيطان بالتفاصيل، يأخر يما يخربط هالتسوية اللي ماشيين فيها. ليش هيك يعني انطلاقا من تجارب اللبنانيين دكتور سلهب، هذه الأجواء الإيجابية على إذا بدي أقول روعتها تترك دائما مكان هيك للحذر أو للخوف من أن تكون عن جد إلى هذه الدرجة حقيقية؟ شو فيك تقول؟ أنا فيني أقول لك شغلة، إنه أنا واحد من اللبنانيين، أنا لازم أكون مبسوط وفرح وعم بين إنه نحن بأحسن حالاتنا، وبتشوفيني حذر حس. الماضي علمني إنه أكون حذر، بس في شيء صار بشخصين ممكن نحط أمال فيهم، اللي هن العماد عون والرئيس الحريري. صارت شغله وبعتقد انه هن صادقين باللي يعملون، هيدي اللي بتخليني اتامل انه ما عم يبلفوا. بس ما تنسي انه اولت امبارح ما كان في ثقه بيناتنا. نعم، ما هو هذا السؤال، شو هاللي صار لحتى تغيرت الامور بلمح البصر من ضفه لضفه؟ اللي صار ما تغيرت الامور من ضفه لضفه، تحضرت الامور تتوصل لهون. نعم، بس للاسف نحن ما حضرنا الناس. نعم، على هالنقل النوعيه هيدي، من واجباتنا نلحق حالنا بتحضير الناس انه هالشغله ما صارت على بغتي، انه صارت من يوم ليوم نقلت القصه هيك، لا، في تحضير، في تساؤلات، في حسابات، في بعض الاشياء توضحت، في بعض الاشياء اتخذ على عاتق كم واحد، يعني في شيء صار جدي ما صار بالهواره ب 24 ساعه، صار له مده عم بيصير، هيدي انا فهمتها من الشخصين. طيب على 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 جوده هذا الشيء، كيف بتمحي من ضمير او من وجدان الشارع السني تحديدا كل هذه الكم من الاتهامات بالفساد وبالتطرف يلي كانوا وزراء ونواب ومقربين من التيار الوطني الحر يقذفون بها الرئيس سعد الحريري وحتى الرئيس شهيد رفيق الحريري؟ نحن بعتقد انه لازم ننتقل من الافعال، من الاقوال للافعال. كيف يعني كيف بدك تقارب؟ بالفعل حقيقة بدنا نعرف نتعاطى مع المواضيع هيدي. حسبي أنا بدي أمشي بموضوع إنه شاكك بشغلي، مش أنا بحقق، مش أنا بقرر، مش أنا بحاكم، مش أنا بطيلع الحكم، كله بيرجع للمؤسسات وبيرجع للأفعال للواحد أكثر ما نحاكم بالنوايا. أنا بعتقد هلأني في من هون وبالرايح منحى جديد بده يمشي، اذا هالمنحى الجديد هيدا رح بيخلي نضلنا نحن عم نجرب نتحايل على القانون، عم نجرب نتحايل على الدستور، عم نجرب نزعبر، عم نجرب نسرق،
من هون وبالرايح مش مسموح بقى، ما بقى في انه تتكل علي تحميك. شرط انه هالامر يسري على الجميع، اليس كذلك؟ طبيعي. على المقربين قبل الابعدين. اذا انتبهت بكلمه الجنرال هون وقت اللي اجى عند الشيخ سعد الحريري قبل ما ينتخب، نعم، قال ما بقى في حكم عنوي، ما في استنسبيه بالمواقف، ما رح بيكون في استنسبيه للمواقف. صدقيني انه نحن تبلغنا بكل وضوح انه الجنرال ميشيل عون صار رئيس الجمهورية، رئيس الكل، خلصنا من انه رئيس التكتل النيابي. رح ارجع هلا اسالك مين بده يرأس التكتل، بس خلينا بعد ما بلشنا بمواد الحلقه، كاريكاتير ارماء حمصي بجريده النهار انطلاقا من اجواء الاستشارات النيابيه ومطالب الكتل والنواب، تحت هذا العنوان صور الكتل والنواب واقفين قدام واجهه فيها قوالب جاتو وحلويات ترمز للحصص الحكوميه والحقائب الوزاريه، يعني كلهم عم ناطرين قطعه جاتو. ليش الانطباع عم بتصور بهذا الشكل انه في جاتو بدنا نقسمه بالتي هي احسن؟ اذا مش انطباع، اذا كنا عايشينه، احنا كنا عايشين بالماضي انه في مغانم هيدا نشوف كيف بدنا نقسمها. انا بعتقد ما بقى في مغانم، مش انه انا بطلت بدي مغانم، ما بقى في مغانم، يعني البلد ما بقى يحمل مغانم. واذا بتلاحظي انه وقت اللي الشيخ سعد اعلن انه دعمه لترشيح عماد عون، اعلن دعمه على اساس انه ما بقى في البلد، ما بقى في يحمل، انا مجبور اخذ هالخطوه لنشوف كيف بدنا نخلص هالبلد. بس اذا هو مجبور، بقيه الفرقاء منهم مجبورين؟ عم بيخلوك تحسي انه نحن بحاله صعبه كثير، نعم، المنطقه ممكن ترتد عليك سلبيا ويصير عندنا مشاكل اقتصاديه وماليه، وتحضرت، كان في مده عم نحكي بمشاكل ماليه و اجتماعية واقتصادية، ما بقى فيك انت تضلك بزيت النهر. طيب الدكتور سلهب، اليوم جريدة الجمهورية بتقول انه المراقبين يتخوفون من تعثر التأليف اذا لم يبادر الجميع لتنازلات متبادلة عبر تخفيض سقف المطالب او الشروط، يعني بده الرئيس الحريري حكومة من 128 وزير ليكفي كل هذه الشروط، واحدة حقيبة المالية اربعة بدهم اياها، أربع كتل نيابي، شو رح ينعمل بهالحالة؟ هلا نحن رفع السقف، شو هدفه؟ هذا رفع السقف بداية الحوار، برفع السقف، بس إذا في نية حوارية حقيقية نوصل لحل، ما أنا ببلش برفع السقف تبعي، بعدين شوف كيف بدي فاوض توصل للمطلب. بعتقد إنه ما رفعوا السقف بطريقة إنه ما في رجوع عنه، كل الفرقاء كل مش في، يعني هن كلهم بكوم، وقصة حقيبة الوزارة المالية بكوم تاني تماما، يعني العماد عون أين سيقف بين حليفه الجديد دكتور سمير جعجع وحليف حليفه الرئيس نبيه بري اللي امبارح السيد نصر الله أعاد تفويضه بمعالجة الموضوع الحكومة؟ هيدي الحكومة جاية تعمل إصلاحات مالية، هيدي الحكومة جاية تعمل إصلاحات اقتصادية، هيدي الحكومة عندها سبعة أشهر، أنت ما فيك تبلشي تعملي شغلة بدها نفس طويل، نحن آخر المطاف هيدي الحكومة بعد سبعة أشهر بدها تعمل انتخابات نيابية، جاية تعمل انتخابات نيابية. هلا أني إذا في فرقاء بدهم يفوتوا على الحكومة خدماتيا تيلبوا بعضهم مشان الانتخابات النيابية غير شكل، بس إذا أنا بدي أتمسك بوزارة المالية حيث عندي برنامج إصلاحي، أي برنامج إصلاحي اللي عم يتطبق؟ مش برنامج إصلاحي، في توقيع وزير المالية الشيعي الضروري ليواكب توقيعين الماروني والسني، هيدي بالمباشر. اللي ما في شك، اللي بدي وصلك عليه أنا إنه هلا هني صار في مشاركة فعالة من كل الفئات، بس العناوين، عناوين المشاركة بالوقت الحاضر محدودة، يعني ما عندنا كثير مشاكل تخلق غير إنه نقدر نوصل. أنا بشوف إنه بعد ما نلتهي مين بده يجي وزير الفلاني يا ما وزير الفلاني، خلينا نوصل لمشروع قانون انتخابي متفق عليه، أهم ما نتفق على حيالله شيء بنظري، حيث نقضة الانطلاق. إذا حقيقة نحن بدنا ننطلق ببلد جديد، إذا بدنا نفكر بتفكير جديد،
نقطة الانطلاء هي الانتخابات النيابية، وإذا بدك كفي ليش عم بحرج على الانتخابات النيابية؟ أنه يضمن حس التمثيل المسيحي. مش بس هيك، نحن مرقنا بانتخابات بلدية وعطت عبرة للسياسيين، لأن عطتنا عبرة الانتخابات البلدية نفكر بغير طريقة. نعم. عشوائي كنت تفركشت بانتخابات البلدية حسب ما عرفت قريت الرأي العام شو بده، حتى بتيار بأكثر من كل محل تعرض كل الفئات السياسية وصلها أنظار. أنا ما بعتقد في فئة سياسية ما وصلها أنظار بالانتخابات البلدية أنه الشعب ممكن مش بغير وادي الانتخابات النيابية إذا نحن ما عرفنا تصرفنا، وهيدي ضمن أنه نعرف نتصرف بتأليف الحكومة وبين النهج اللي بدنا نقوم فيه من هلا للانتخابات النيابيه، لو الا رح نتقاصص من الشعب هالمره مش متمسار بالانتخابات البلديه اكثر بكثير، خاصه اذا في نسبيه بمعنى انه الاكثريه خلص طلعوا بيطلعوا كلهم راحت عليك، بينما بالنسبيه فيك تعبري وتاخذي شقفه من الجاتو شعبيا بدون ما اكون انا قدر بعمل الوضع. نعم. خلينا ناخذ اول بريك، بعده مباشره ما نرجع نتابع حديثنا معك. لحظات ونعود.